سألني نعم عن جديد. لي عن جديد، يعني رجعنا تمام. يعني مثل ما كانت الصلوات والقداديس مسموعة ومرفوعة اليوم في هذا الوقت، خلينا نقول الاستثنائي، لأول مرة تقتصر الصلوات داخل الكنائس، أكيد بسبب فيروس كورونا وأيضا بسبب الإجراءات المتخذة للتصدي لهذا الفيروس. من كنيسة السريان الأرثوذكس أيضا كان في ريسيتال داخل الكنيسة وتراتيل اليوم بمناسبة قيامة السيد المسيح من بين الأموات. بدنا نقول اليوم بدنا نعايد جميع العالم بأجمعه، وسوريا خاصة. إن شاء الله قيامة السيد المسيح تكون قيامة لجميع العالم ولسوريا أيضا بالخلاص بالسلامة وبالسلام. من كنيسة السريان الأرثوذكس اليوم القداديس رفعت، فصح مجيد، المسيح قام، حقا قام، فصح مجيد على جميع العالم. وبنرجع من نعايد جيشنا العربي السوري وأمهاتهم أكيد. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. بالقيام السليم مبشوران يا خليل، قام المسيح، تم الفداء، فر العيد، هكا صوت الصدى، قام المسيح. أنا قام المسيح يا لعيد صبيح، كل نفس تصيح، قام المسيح. يا نساء اليمين ناظرات اليقين، قلنا للمنذرين، قام المسيح. أشرق اليوم نور من ضجيج القبور، فاصرخوا بالسرور، قام المسيح. يا لعيد سعيد يحلو النشيد، بترنيم جديد، قام المسيح. قام نعم. سالي، يعني مثل ما تابعنا الكورال والجوقة من داخل الكنيسة تقوم بترتيل عيد الفصح، إن شاء الله بينعاد عليكم بالخير يا سالي. ان شاء الله بنعاد عليكم اكيد. بدي ارجع عايدك ليا، بدي عايد سلمى وبدي عايد جميع العاملين بالاخباريه وبالاعلام السوري اكيد بشكل عام. يعني ان شاء الله هيك يا رب السنه الجايه نكون معيدين بغير هيدي الظروف. بدنا نرجع نقول المسيح قام، حقا قام. حقا قام. شكرا كثير لك سالي.